السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم مع حضراتكم علاء السعيد، أستاذ دكتور علم الطحالب بجامعة الأسكندرية في كلية العلوم، ومعار حاليا إلى جامعة القصيم كلية العلوم أيضا. نتحدث اليوم عن أحد نوعي الانقسامات التي تحدث في خلايا الكائن الحي. الانقسامان اللذان يحدثان في خلايا الكائن الحي إما انقسام ميتوزي أو انقسام ميوزي. الانقسام الميوزي أو الاختزالي ده في فيديو مستقل، ويحدث في الخلايا الجنسية لتكوين الأمشاج المذكرة أو المؤنثة لحدوث التكاثر الجنسي. أما الانقسام اللي احنا بصدده هو الانقسام الميتوزي، وده انقسام الخلية إلى خليتين ومطابقتين للخلية الأصلية، وبيكون الغرض منه زيادة عدد الخلايا في حالات النمو أو تعويض ما يتلف من خلايا تالفة، ويحدث في تقريبا جميع خلايا الكائن الحي. لما بنتكلم على الخطوات بتاعة الانقسام الميتوزي فاحنا بنتكلم الحقيقة على انقسامين مش انقسام واحد. انقسام خاص بالنواة، يعني النواة لداخل الخلية بتنقسم إلى نواتين، ثم يحدث انقسام سيتوبلازمي. في البداية هنتكلم على التركيب الخلية أو شكل المادة الوراثية قبل الانقسام، ثم بنتكلم على الأربع أطوار اللي هو الانقسام النووي، بيحصل على أربع أطوار أو أربع مراحل: الطور التمهيدي والطور الاستوائي والطور ده التمهيدي والطور الاستوائي والطور الانفصالي ثم الطور النهائي. وبكده بنكون حصلنا على نواتين لكن داخل خلية واحدة، فلا بد أن يتبعها مرحلة خمسة اللي هو الانقسام السيتوبلازمي وتكوين جدار فاصل في النص عشان يديني خليتين. يبقى إذن دي المرحلة اللي قبل الانقسام، ادي اربع مراحل في الانقسام النووي. النواة بتنقسم الى اتنين في على اربع خطوات: تمهيدي، استوائي، انفصالي، نهائي، ثم الانقسام السيتوبلازمي. زي ما احنا ملاحظين ان بعض الاطوار زي الطور التمهيدي انا عامله على رسمتين زي ما هنشوف دلوقتي. الحقيقة ليه؟ عشان اوضح الخطوات بطريقة تفصيلية، لكن هو طور واحد، يعني كان ممكن احط رسمة واحدة ويبقى الكلام واحد فقط، لكن للتوضيح عشان تبقى الحكاية مفصلة. هنا برضو على رسمتين لان طريقة الانقسام بتختلف من الخلية النباتية للخلية الحيوانية، وده مش موضوعنا، لكن احنا بناخد المفهوم او الكونسبت بتاع الانقسام الميتوز. بنبدأ في الخطوة ما قبل الانقسام. الخلية بتحاط بغشاء بلازمي، طبعا ممكن يكون موجود الجدار في الخلايا النباتية اكيد، وبتبقى ممتلئة بالسيتوبلازم. النواة مكبرينها ويحط بيها الغشاء النووي، وادي المادة الوراثية. المادة الوراثية هنا بتبقى عبارة عن خيوط رفيعة جدا، ما بنقدرش نميز عددها ولا شكلها، لكن احنا هنا انا عاملها بالوان مختلفة للتبسيط بس وللتوضيح اثناء الرسم. عند بداية الانقسام بيبدأ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان زي ما احنا شايفين ان الخطوة اللي فاتت الحقيقة قبل ما نستبق الامور نسينا نقول ان هنا ده اسمه كروماتين، يعني الخيوط الرفيعة الملونة، يبقى الكروماتين، لان هنلاحظ ان مادة الوراثة الاسم بتاعها بيتغير من خطوة لاخرى، ففي عدم الانقسام بيبقى اسمه كروماتين، يعني خيط ملون. ثم في الخطوة الطور التمهيدي بيحصل ان الغشاء النووي هيبتدي يتحلل، وتبقى الكروماتينات زي ما احنا شايفين تبتدي تبقى اقصر وتبقى سميكة، واقدر اعرف عددها ويبتدي الغشاء ان هو يتحلل، اقدر اعرف ان هم ثلاثة اهم بالشكل ده. ثم يتبعها الخطوة التانية لسه في الطور التمهيدي ايضا، يبتدي يحصل الجدار النووي المتأسف الغشاء النووي يتحلل اكتر،
وكل كروموسوم، ده هنا اسمه كروموسوم بقى، بيتضاعف عشان يبقى مكون من 2 كروماتيدة، ادي واحدة وادي التانية. يعني الحقيقة ان الكروموسوم الواحد ده اتضاعف بانه 2 كروموسوم. امال ليه بسميها كروماتيدة؟ لان ما زال الاتنين مرتبطين مع بعض في منطقة تسمى السنترومير. يبقى على الرغم ان كل واحد فيهم كأنه كروموسوم فعلا تضاعف بقى كروموسوم تاني، ولكن لا اطلق عليه كروموسوم طالما لسه ملتصقين. ده الطور التمهيدي كده بيخلص بالخطوة دي. بنروح للطور التاني اللي هو الطور الاستوائي، بيتم اصطفاف الكروموسومات المتضاعفة في خط استواء الخلية، ثم تبدأ الخيوط المغزلية في التكون من طرفي الخلية من هنا ومن هنا، بحيث ان كل كروموسوم بيكون مرتبط بخيطين مش خيط واحد. يبقى هم اصطفوا في طرف واحد وبيكون مرتبط بخيطين، واحد من كل طرف. ثم نذهب للخطوة اللي بعد كده، الخطوة الثالثة او الطور الثالث اللي هو الانفصالي. الخيوط ابتدت تقصر زي ما احنا شايفين، فشدت معها الكروموسومات اللي هي الايه، كل كروموسوم راح لاحد طرفي الخلية، انفصلوا عن بعض يعني. ثم نذهب ونروح للطور النهائي. بيبتدي يحصل ايه؟ الكروموسومات اتجهت الى اطراف الخلية تتجمع ويحاط، ويبتدي غشاء النووي هيتكون من جديد، واما يحدث تخثر في منطقة المنتصف بالشكل ده، او بيحصل تكوين جدار يبدأ من النص ويتجه الى الجدار الخلية او غشاء النووي، الغشاء البلازمي، عشان يقسم الخلية الى نصين. وبكده ده الطور النهائي. بيبتدي نروح نشوف ان يحصل عندي في النهاية الانقسام السيتوبلازمي، عشان يحصل على خليتين زي ما احنا شايفين، كل واحدة فيها نواة، كل نواة من دول فيها يرجع فيها الكروموسومات، يحصل لها ايه؟ يبتدي ترجع رفيعة مرة تانية وملونة وطويلة جدا، وانا استطيع تمييز عددها مرة اخرى. الحقيقة لو انتقلنا بعد كده، الكلام ده بنشوفه فين؟ احنا قلنا بيحصل في كل اجزاء الخلية، لكن في العمل لما بنيجي نشوف بنلاقي ان الكلام ده نقدر نفحصه كويس جدا في جذر نبات البصل. يعني نسيب البصلية تنبت في الطرف اللي بتاع القمة النامية بتاع الجذر، نقدر نشوف الكلام ده. يعني لو دققنا هنا تحت الشريحة هنلاقي ادي خلية منقسمة بالشكل ده، وادي خلية تانية، ادي خلية، ادي خلية اخرى، ادي خلية تانية، ادي واحدة، ادي واحدة، ادي واحدة، وادي خلية، وادي خلية، وادي خلية، وادي خلية تانية، وهكذا. لو كبرنا شوية هنلاقي هنا دي الخلية في الوضع اللي قبل الانقسام. يبتدي بقى في الطور التمهيدي الخلايا الكروموسومات تبتدي اهي، او الكروماتين يبتدي يقصر، ونقدر نحاول ايه نشوف عددهم، بس لو في تكبير اكبر من كده شوية. خلاص الطور اللي جنبنا ده واضح ان هو طور انفصالي، يعني كانوا هنا في كده وابتدوا يبعدوا عن بعض. نشوف خطوة تانية، احنا هنا مش شايفينهم بالترتيب. هنا ده الطور اللي موجودين في النص اللي هو الايه، الاستوائي، نفس الكلام. هنا نشوف موقع اخر، هنا ده طور برضو استوائي بالشكل ده، وهكذا. طب نكبر اكتر. هنا بقى الكروماتين الرفيع اهو بالشكل ده. دي خطوة من الخطوات اللي هي الطور التمهيدي اللي هو ابتدت بقى خلاص كده. يعني ده هنا ما اقدرش اميزهم، هنا هبتدي اقدر اميزهم كمرحله وسط. هنا ابتدى يحصل انفصال، الكروموسومات هتروح في الاتجاه ده وفي هيروحوا في الاتجاه ده. نشوف شريحه ثانيه. هنا ابتعدوا عن بعض تماما، ده اللي هو بقى الانفصالي كمان، ده النهائي بقى، ده اتجمعوا هنا خلاص واتجمعوا هنا خلاص. ده الطور الاستوائي في استواء الخليه، لسه مصطفين في استواء الخليه، وهكذا. هنا اقدر اجمعهم بقى، هنا بقت خيوط سميكة وقصيرة واقدر اميزهم، وهكذا. دي كلها شرايح، ادي الخمس شرايح جنب بعض. ادي الطور ما قبل، ده الطور اللي قبل الانقسام ما اقدرش اميزهم، وده اسمه كروماتين. لما يبقوا قصيرين واقدر اميزهم ده الطور التمهيدي. ادي الطور الاستوائي هيبتدوا ينفصلوا بالشكل ده، هنا خلاص انفصلوا واتجمعوا وبقوا ايه، عند القطبين، وابتدى الجدار يتكون في المنتصف. نشوف شكل اخر اهو، هنا ده ما قبل الانقسام، هنا في الطور التمهيدي ابتدى يبقوا ايه، سميك الكروموسوم واقدر اعدهم.
هنا اصطفوا في صف واحد في الاستوائي، ثم انفصلوا في الانفصالي، ثم اتجمعوا هنا في النهائي، ثم انقسم، حصل جدار هنا ابتدى يتقسم اهو بالشكل ده، سواء في الخطوة دي او في الخطوة دي ابتدى يتكون جدار، وانقسمت الخلية الى اتنين، بقت خليتين، الصورة تبقى الاصل من الخلية الاصلية. وبكده بنكون نهينا كل مراحل الانقسام الميتوزي. اهو بنجمعهم قدامنا عشان ما ننساش. ادي الخطوة ما قبل الانقسام، ادي الطور التمهيدي، ادي الطور الاستوائي، وادي الطور الانفصالي، ثم الطور النهائي، واخيرا بتنقسم الخلية الى خليتين في الانقسام السيتوبلازمي عشان تكون خليتين، صورة طبق الاصل من الخلية الاصلية. وبكده بيكون انتهى شرح الانقسام الميتوزي. إن كنت أحسنت وأصبت فمن الله، إن كنت أخطأت أو قصرت فمن نفسي، اللهم علمنا ما تنفعنا به، وانفعنا بما علمتنا، ولا تؤاخذنا عما صدر منا يا الله. كل عام وأنتم بخير، وإلى أن نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمانه، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.